دكتور إيهاب، أنا ملاحظ إن الجانب الطبي حضرتك وظفت تماما أهم مميزات الجانب الطبي. كثيرين من المرشحين اتكلموا عن الجانب الطبي، ولكن أنا عايز أعرف من حضرتك ما ستقدمه من الجانب الطبي بالنسبة لأعضاء النادي مختلف عن كل المرشحين وكل اللي موجود، إذا اعتبرنا إن النادي فيه جانب طبي. النادي فيه جانب طبي لازم نحسنه، لكن أنا بتكلم في منظومة تانية، في منظومة تأمين صحي لأعضاء النادي والرياضيين بتوع النادي وتحسين المنظومة الصحية للعاملين بالنادي وموظفين النادي. المؤسسة ككل. مؤسسة ككل، ما احنا لو جينا نتكلم على المؤسسة ككل، مؤسسة النادي الأهلي، في عندنا ثلاث محاور مهمين جدا، هم الأعضاء 147 ألف أسرة أعضاء في النادي، اللعيبة الرياضيين والموظفين بالنادي الأهلي. فهبدأ بالموظفين بالنادي الأهلي، الموظفين والعمال اللي بياخدوا مرتب، يتقاضوا مرتب من النادي الأهلي، بيتخصم جزء من مرتباتهم عشان التأمينات، وبيبقى ليهم تأمين صحي، عاملين التأمين الصحي تبع شركة خاصة. لما قعدنا نتكلم كتير مع الناس عندهم مشاكل، عايزين نحسن هذه الخدمة، هي موجودة بس عايزين نحسنها، نديها لهم في شكل أحسن. عندنا مشكلة تانية كبيرة، الرياضيين. الرياضيين تأمينه لإصابات الملاعب في بيروقراطية كبيرة، لازم يروح للمدير الفني، لازم يروح لمدير النشاط الرياضي، لازم التحويل، لازم الورقة، موضوع صعب شوية. ولازم يروح ألمانيا. هنتكلم على ألمانيا دي بقى. هنتكلم على ألمانيا دي بخصوص لعيبة الكورة، هنوحدها على النادي كله. فدلوقتي احنا عندي اللعيب الرياضي، ليه أخليه ينصاب الأول؟ طب ما نعمل برنامج طبي رياضي اقلل نسبه الاصابات. انت حضرتك بتتكلم بقى على البريهابيليتيشن، ان انا عايز الوقايه، عايز الوقايه، نعم، قبل الاصابه، عايز الوقايه بالظبط. يعني الوقايه خير من العلاج زي ما بنقول. فاحنا عندنا مشكله كبيره جدا، ودي ظهرت لنا لما جينا نتكلم شركات تامين، لان انا ابتديت اخاطب شركات تامين المانيه، اكبر شركات تامين في العالم، ازاي تقدر تامن على اللعيبه. فكان عندي مشكله كبيره جدا ان هم بيطلبوا فلوس كتيره على اللعيبه المصريين. طب اشمعنى؟ ابتديت اقارن بدول ثانيه، قال لي عشان ما عندكوش دكاتره احمال، الاحمال عندكم مش مظبوطه على اللعيبه، فانت بتحط احمال مش مظبوطه. بتكلم على الاحمال البدنيه. الاحمال البدنيه، نعم، يعني انت كده الاخصائي البدني بالنسبه مهم جدا. مصر تتهم بضعف الاحمال البدنيه بالظبط. فقال لك ان انت التحميل للرياضيين او الاحمال للرياضيين لو مش سليمه هتدي نسبه اصابات اعلى. ده حقيقي. فانا هعلي لك نسبه التامين علشان نسبه الاصابات عندك عاليه. طب ما احنا نقلل نسبه الاصابات، طب ما احنا نشتغل على دكاتره الاحمال، نبدا نجيب دكاتره من بره بالاستعانه مع دكاتره من كليه التربيه الرياضيه في مصر، مع دكاتره مشهوره في مصر او مدربين مشهورين بتوع احمال. استاذن حضرتك ان انا لازم اعطي كابتن انيس الشعلالي اخصائي الاحمال البدنيه في النادي الاهلي والكابتن ابو العيلة ان هم قايمين بدور خرافي مع نادي الاهلي هذا الموسم، لان الموسم حتى الان يعني الموسم فات انا بتكلم على جميع الرياضات، او مش جاي على الرياضه المصريه، فانا بستثني النادي الاهلي. النادي الاهلي هو ترمومتر الرياضه المصريه ودايما سباق في هذا الشان. ده الرياضيين بالتاكيد اعضاء الجمعيه العموميه، اعضاء الجمعيه العموميه 147 الف اسره. تمام. احنا عاوزين نحطهم تحت مظله التامين، دي هتبقى تجربه رائده الاولى من نوعها في مصر، اللي انا اغطي بمظله التامين اعضاء نادي، ونفسي نعممها على جميع الانديه ان شاء الله ننجح فيها. في طريقتين، في طريقه سهله جدا ممكن نعملها من تاني يوم على طول، اللي هو نظام النقابات في مصر، اللي انا بعمل كتيب في اسماء جميع الدكاتره وجميع المستشفيات والصيدليات، تشمل الفحوصات، تشمل التشخيص، تشمل العلاج، بكارنيه النادي تدي له تخفيضات. ده موضوع سهل. مستشفيات عاملاها من نفسها لبعض الانديه، للنقابات او لبعض الانديه دعايه للمستشفى. لكن انا هتكلم النهارده بصوره ال 147 الف عضو عندي، فانا هعمل لهم القصه دي سهله، العضو مش هيتكلف اي حاجه، وانا بتكلم بقلب جامد، لان معايا عدد كبير من الناس 147 الف. يعني لو عضو النادي تكررت الشكوى بتاعته من نفس المستشفى اللي النادي متعاقد معاه، نلغي التعاقد. العضو هيدفع ايه؟ ما يدفعش حاجه. مجاني؟ دي مجاني. ازاي؟ انا عدد. العدد؟ العدد. اه، الكتره في الاتحاد، القوه في الكتره. تمام. فانا عدد كبير، دي انا اعملها له ثاني يوم، الكتيب اعمله له ثاني يوم. القصه الكبيره بقى، ودي المشكله اللي بنحاول ندرسها مع الشركات الالماني، ازاي اخلي العضو يدفع ثمن قليل واغطيه طبيا كل حاجه، يعني يتعالج ببلاش. بس يتعالج ببلاش معنى ده انه هيدفع فلوس في السنه، يعني هقول له العضو هتدفع فلوس في السنه. ايه المميزات؟ شركات تانية موجوده. طب انا كنت لسه هسال حضرتك، لماذا شركات المانيه؟
بص، اي منظومه تامين في مصر محتاجه شركه مصريه تغطيها شركه من بره مصر علشان نسبه الريسك بيقول. لو انت عندك شركه عدد كبير متامن فيها في مصر وحصل نسبه مخاطر عاليه لا قدر الله، ده ياثر على الاقتصاد، ياثر على الشركه، يحصل حركه افلاس. فلازم في شركه اسمها ري انشورنس، يعني شركه ضامنه للشركه المصريه. دي الشركه الالمانيه معظمهم في انجلترا، في المانيا، في فرنسا. فانا لجأت لشركات الماني في ميونخ، دي شركه قويه جدا، مش هنقول اسمها عشان ما يبقاش اعلان، دي تغطي الشركه المصريه. وبنفكر ان نعمل البروكر او الشركه المصريه تبقى شركه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي اللي يقوم شركه، تبقى شركه في النادي الاهلي. بس اعرف 2017. اعرف الاعداد اللي داخله عندي قد ايه، التاريخ المرضي بتاعهم قد ايه، كام ذكر كام انثى، اسئله كتير جدا بتتسال تبع شركات التامين. بس حضرتك لما تروح تامن، حتى لو شركه، هتكلم على شركه مصر مش شركه من بره، حضرتك هتروح تامن كفرد، هل سعرك زي ال 147,000؟ طبعا مش ممكن. فده اللي يفرق. فانا عاوز، بس انا عايز استفهمه تاني، ازاي العضو مش هيدفع حاجه؟ لا، اول واحده في شقين، طريقين متوازيين. في طريقه سهله جدا ودي هنعملها كده كده، العضو مش قادر يستغلها بكارنيه النادي الاهلي عنده تخفيض في 2500 منشاه طبيه. تخفيض مش ببلاش، تخفيض يعني نقول له الصيدليات دي هتديك 10%، ده هيديك 5%، معامل التحاليل دي هتديك 20%، المستشفى دي احنا متعاقدين معاه هتاخد 20% من سعر الفاتوره. بس ما بتكلمش على مستشفى واحده، بتكلم على مستشفيات على مستوى الجمهوريه. ده بالنسبه للعضو، دي مش هكلف العضو ولا حاجه، ده كارنيه النادي الاهلي. الشق الثاني ان ممكن العضو يدفع فلوس في السنه، هتبقى طبعا فلوس مخفضه عن لو هو راح شركه التامين لوحده، تتوقف على العدد والتاريخ المرضي بتاعه والى اخره، نقدر نغطيه تماما. الفلوس دي هيدفعها منين؟ يا هتحصل من النادي الاهلي والنادي الاهلي يدفعها لشركه التامين، او هيبقى في حد من شركه التامين موجود، او هننشئ شركه تامين اهليه للنادي الاهلي هي اللي تقوم بالموضوع ده علشان نقلل التكلفه على العضو. لان انا لما ادخل شركه وسيطه في النص او بروكر بياخد نسبه، ودي نسبه قانونيه، ليه ادخل؟ طب ما نوفرها على عضو النادي الاهلي في شركه تبع النادي الاهلي، غير هادفه للربح. غير النادي الاهلي مش المفروض انه بهدف للربح، حتى لو شركات من خلاله. لو شركه تبع النادي الاهلي تبقى غير هادفه للربح، اللي انا اغطي العضو، اللي انا اخدم العضو. صحتنا دي مهمه قوي. طب مصاريفها والناس واللي هتشتغل والناس، موظفين من النادي الاهلي، ما انا غير هادفه للربح، يعني تغطي مصاريفها لكن ما تربحش. مش عاوزين صندوق يفضل في الاخر ما تخسرش. لا ما تكسبش، يعني بقول لك ما تخسرش. بالظبط. بالظبط. تمام.